فتى جديد في البلدة. مهلا لحظة. وأخيرا سلام وهدوء. أنا مستعد تماما لمهرجان الحجارة الكبير. قوي كالثور. ماذا يجري هنا؟ أنا أحاول أخذ قيلولة. أنت بخير. أنا الآن في طريقي إلى مهرجان الحجارة الكبير. سنحصل على قليل من حلوى الرياضة كما سوف نرفع الحجر الكبير. ها؟ ألا ترغب في رفع الحجارة رابي؟ سبق أن رفعتها. حقاً؟ ومن أين جئت بالطاقة لتفعل ذلك؟ أنا لقد جئت بها من هذه مصاصة الطاقة الغنية بالسكر. حقاً؟ أجل. لكن ظننت أننا لا نحصل على الطاقة إلا من حلوى الرياضة. لا 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 لا، بل تحصل عليها من هذه المصاصات. خذ هذه واذهب لإخبار أصدقائك الآخرين في ليزي تاون بسرعة. اذهب اذهب. حسنا سأفعل هذا. هذا رائع حقا. إنه أروع خبر على الإطلاق. واو، سأكون قادرا الآن على رفع الحجر. لا أصدق هذا. واو، حجارة ليزي تاون، هذا رائع فعلا. واو، يجب أن نتمرن إذا أردنا رفع هذه الحجارة. يا أصدقاء. مرحبا زيجي. انظروا إلى هذه. زيجي، لما تأكل تلك المصاصة؟ حسنا، ستساعدني هذه المصاصة اليوم على رفع تلك الحجارة الثقيلة. يحتاج إلى حلوى الرياضة لفعل هذا. هذه مصاصة الطاقة الغنية بالسكر، وهي ستجعلني قويا جدا. عجبا عجبا زيجي، من أخبرك هذا؟ حسناً، كان رابي. أجل زيجي، سأتحدث إلى رابي. في هذا الوقت فليبدأ الجميع التمارين. سنفعل. إلى اللقاء. إلى اللقاء رابي. ماذا؟ أنا أحاول أن أخذ قيلولة. لا أعتقد أنه كان لطفاً منك أن تكذب على زيجي بشأن المصاصة. زيجي؟ زيجي؟ أجل، أنت تعنين فتى الحلوى. إذا استمررت في الكذب سيطول أنفك أكثر، تماما كما حصل لبينوكيو. لكن ماذا ماذا؟ بينوكيو، الفتى الخشبي الذي يكذب كثيرا وقد أصبح أنفه كبيرا. هل كان يجيد الكذب؟ كان يكذب طوال الوقت. والآخرون هل كانوا يصدقون؟ أجل، كانوا يفعلون. بينوكيو ذاك، هل تعرفين أين يمكنني أن أجده؟ إنه مجرد شخصية في كتاب، لكن يجب أن تعدني بأن تتوقف عن الكذب. أجل، أنا أعدك، أنا لن أكذب مجددا أبدا. جيد. لكن بينوكيو سيفعل. أشعر بخطة رائعة جدا تتحضر. لن يصدقوني أبدا، لكنهم حتما سيصدقون الكاذب الأشهر في التاريخ، ذلك المدعو كيو. لا يهم ذلك. سأقول له أن يقول لهم ألا يأكلوا إلا المصاصات ليخسروا طاقتهم كلها. مرحبا، أود أن أطلب الكتاب الذي يتحدث عن فتى ذا صاحب أنف. أجل، هذا صحيح، يكبر ويكبر كلما أطلق كذبة. ماذا؟ أجل، هذا هو الكتاب. شكرا جزيلا. رائع. لنتعرف الآن إلى الشرير العبقري الكاذب. أه؟
ولكن أين أنا؟ ومن تكون أنت؟ أنا روبي روتن. أنا لا أعرفك. من أنا؟ أنا أهم شرير في ليزي تاون. ما الذي تتحدث عنه؟ أريد العودة إلى المنزل، إلى كتابي. لا لا اسمع، مهلا، لا نفع منه أبدا. دعك من هذا الشيء. إذن أخبرني بشيء واحد، أي يمكنك أن تكذب؟ هذا أكثر ما أشتهر به. أطلق كذبة فيطول أنفي أكثر. أنفك. هذا ممتاز. والآن أنا أريد منك أن تذهب إلى الأعلى وتخبر أولاد ليزي تاون المزعجين والمقرفين جدا بأنه بتناول مصاصة الطاقة الغنية بالسكر سيصبحون أقوياء جدا. ماذا؟ أترى شيء ثقيل هناك؟ أجل. فلتحمله الآن. لا يمكنني ذلك. أعرف بينوكيو. والآن أغمض عينيك. لا 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 أغمضهما. لا 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 تسترق النظر. لن أسترق النظر. والآن فلتحاول أن ترفعه. مستحيل، لقد حاولت أن أفعل هذا. من فضلك حاول مجددا من أجلي. حسنا. أجل. كيف فعلت هذا؟ إنه مليء بالهواء كما البالون. أجل. إذن يجب أن آكل مصاصة السكر تلك وأخبر الجميع بأنها تمنحني الطاقة. أجل. إذا فعلت هذا يجب أن تسمح لي بالعودة إلى كتابي. أجل، بالطبع سأرسلك مباشرة إلى المنزل. لا أكذب على الإطلاق. أنا متحمسة لمجيئي إلى هنا. أنا أيضاً. هي له من يوم رائع لرفع الحجارة. إنه كذلك. ميلفورد، أنت بطل، أنت قوي. نعم. لكن ليست القطع صغيرة؟ ماذا؟ ألا يمكنك رفع شيء أكبر؟ مثل ماذا؟ مثل تلك الخشبة. أفترض ذلك. تحركوا بسرعة، مرنوا عضلاتكم، ارفعوا هذه الحجارة. هيا انتبه ميلفورد، ميلفورد انتبه، ميلفورد انتبه. أنيسة بزبادي. ألا أحدهم في مشكلة؟ عدت أتحمل. لا أصدق، نحتاج كلنا إلى حل ورياضة. هل أنت بخير؟ شكرا لك. ولكن ماذا كنت تفعل؟ حسنا، كنت أحاول رمي تلك الخشبة لكن الأمور خرجت عن سيطرتي. يجب أن تكون حذرا وأنت ترمي الأخشاب. أنت محق سبارتاكوس. اسمع سبارتاكوس، هل حاولت أن ترفع الحجر الأثقل؟ يبدو ثقيلا جدا جدا. أحاول، أرجوك أرجوك حاول. حسنا، يمكنني أن أحاول. هيا، هذا مدهش. جيدا. حسنا. إنه يتحرك. لابد من أنه ثقيل لئلا يتمكن سبورتاكس من رفعه. أحتاج إلى أن أعود إلى السفينة وأكثف التمارين قليلا وتناول كثيرا من حلوى الرياضة. سوف أفعل هذا، أراكم لاحقا. هيا أيها المشاركون في مهرجان الحجارة. إنها حلوى الرياضة. جئتكم بسلة مليئة بالطاقة. شاركوا معنا، أنتم جاهزون. ليزي تاون طاقتها ستدوم. لنتمرن الحلقتان في حلوى الرياضة، كل قوة. تعطيكم الطاقة المرجوة. حين تصعب الأمور نحن أبدا لن نحتار. لن نلف لن ندور، الحل الأنسب نختار.
والاستفادة. تحتاج جهد إلى حلوى الرياضة. أخضر أصفر أو أرجواني. طعم الفاكهة حلو غني. حين تصعب الأمور نحن أبدا لن نحتار. لن نلف أو ندور الحل الأنسب نختار. إنه الوقت المناسب. فقط تذكر جيداً. هذه المصاصة وبعدها اكذب. لنأمل أن تنجح خطتنا. سأدق على الخشب. ما من خشب هنا؟ لا يمكن لأحد رفعه. مرحباً جميعاً. من تكون أنا؟ ومن أين أتيت أيضاً؟ أنا آت من روتنشير في اسكتلندا. أدعى شيمس ماكروتن. شيمس ماك ماذا؟ لا ليس روتن، وقد جئت إلى هنا لكي أرى من بإمكانه رفع الحجر الأثقل في العالم. هذا؟ عفوا، أعتقد أن هذا هو الحجر الأثقل. ماذا؟ هذا الحجر؟ بل ذاك. لن ينجح في رفعه أبدا. حتى سبارتاكس لم يتمكن من رفعه. هذا صحيح. لكنني أعرف فتى يمكنه أن من هو؟ أن يرفع الحجر الأثقل في العالم. من أنت؟ أنا بينو. بيتر بوبسيكل. بيتر بوبسيكل. بيتر بوبسيكل. أجل، هذا صحيح. إذن دعني أستوضح الأمر جيداً. أنت بيتر يحتاج إلى حلوى الرياضة ليرفع الحجر. لا لا، كل ما أحتاج إليه هو مصاصة الطاقة الغنية بالسكر. قليلاً بعد. الآن أنا مستعد. أنا أريد مصاصة. سوف أرفع الحجر الأثقل في العالم، وهذه هي الحقيقة. كم هذا رائع. أنا أريد مصاصة. أنا أريد مصاصة. أنا أريد مصاصة. أريدها الآن فورا. واو، كان هذا رائعاً. واو، كان هذا رائعاً فعلاً. أريده. أنا أريد مصاصة. أريد مصاصة. أنت لا تحب المصاصات. هل أنا أحبها؟ أنا أحب المصاصات أكثر منك. لا، أنا أحبها أكثر منك. أرجوك، أريد واحدة. حان وقت التنكر. مصاصات. مصاصات. أجل، مصاصة الطاقة الغنية بالسكر. أحصل على واحدة مجانا. مجانا مصاصات. إنها تفيد فعلا. هذا ليس جيدا. هناك خطب ما في ذلك المدعو بيتر بوبسيكل. واو، إنها لذيذة. إنها لذيذة جدا. إذا أردتم المزيد فلا تترددوا في المجيء. نعم، أحسنتم يا أصدقاء. استمروا في أكل المصاصات إذا أردتم أن تصبحوا أقوى، أليس كذلك؟ ومنذ الآن. أجل. ماذا؟ بينوكيو ذاك هو أفضل ما حصل لي على الإطلاق. يا للروعة. مهلا لحظة، إذا تمكن من الكذب في هذا الموضوع يمكنه الكذب حول أمور كثيرة أخرى. يمكنه أن يكذب ويقول إن سبورتاكس غادر البلدة إلى الأبد. لا يمكنني أن أجعله يعود إلى الكتاب. سأخبئه في مكان ما. إنني أعرف المكان المناسب. هم؟
ماذا؟ أجل، ستبقى هنا. لن يجد أحد الكتاب هنا أبداً. أنا عبقري جداً. مرحبا يا هذا. أين هو كتابي؟ أي كتاب؟ كتابي أنا. كتابك حيث أعيش. نعم نعم. حسنا لقد حسنا أنا آسف جدا، لقد أضعته. ماذا لقد أضعته؟ أضعت كتابي؟ أضعته للأسف. لكن أنت وعدتني. لن أستطيع العودة إلى المنزل. لا. أعتقد أنني أصبحت مستعدا، بيت قادرا الآن على رفع ذلك الحجر. انظروا إلى هذا. لا يمكنني ذلك، لا أستطيع رفعه. ما كان عليك أن تأكل كل تلك المصاصات. سأحاول رفع هذا الحجر. أنت تصبح أكثر ضعفا. لقد أصبحت أكثر ضعفاً. أين هو بيتر ذاك بأي حال؟ إن مصاصتي لا تعمل على الإطلاق. أنا أيضاً. سأذهب للبحث عنه. أين هو؟ ها أنت هنا. مرحباً، هذه أنت. أعتقد أن اسمك هو بينوكيو لأن أنفك يصبح أطول. أنت محقة، أنا لا أدعى بيتر، إنه بينوكيو. ولما أنت في ليزي تاون؟ أخرجني ذلك الرجل من كتابي ليخدعكم ويدفعكم إلى تناول مصاصات الطاقة تلك، وما كان ليعيدني إلى أن أكذب عليكم. ولما ما زلت هنا؟ لأنه قد أضاع الكتاب، لذا أنا عالق هنا الآن. إذا أخبرت أصدقائي بالحقيقة سأساعدك في العودة. ستفعلين؟ طبعاً سأفعل، أنا لا أكذب أبداً. هيا بنا. انتظري. زيجي، إن المصاصات لا تعمل. كانت تلك كذبة كبيرة. بيتر بوبسيكل هو فعلاً بينوكيو. بينوكيو؟ أنا آسف لأني كذبت عليكم، أردت وحسب أن أعود إلى منزلي. ولماذا قد نساعد شخصاً كذب علينا؟ أجل. يا أصدقاء، نحن نساعد من يواجه مشكلة، هذا ما نفعله، تماماً كما سبورتاكس. أجل. هيا يا أصدقاء، فلنبحث عن ذلك الكتاب. هيا. مهلاً انتظروا، لقد وجدت الكتاب، إنه تحت هذا الحجر. لا، إن الكتاب عالق تحت الحجر. يا ليتنا قادرين على رفع الحجر. أجل، لكننا لا نتمتع بأي طاقة. أحدهم في مشكلة. جئت بأسرع ما يمكن، ما المشكلة؟ لا يمكنك فعل أي شيء. يبدو أن بينوكيو لن يتمكن من العودة إلى منزله. أجل، فكتابه عالق تحت هذا الحجر. أجل، وقد حاولنا رفعه لكن لم نستطع. ماذا؟ ما الذي يفعله سبورتا فليبيتي ذاك هنا؟ لا تستسلموا، تذكروا هناك دوما وسيلة. هذا صحيح. حسنا، سوف أحاول. أجل لن يتمكن من رفعه. أعرف ما سأفعل. حلوى الرياضة. واو. أجل، إنه يرتفع عن الأرض. التقط الكتاب ستيفن. هذا مدهش. ابتعدوا. ذاك كتابي أنا. ها هو كتابك، تفضل خذ. شكراً لك ستيفاني. أهلاً بك. لا، مهلاً ذاك الكتاب لي. أنا. هو من جعلني أخبركم بالأكاذيب. إنه يكذب.
أنفه أصبح صغيرا. أعد إليه الكتاب الآن. اسمعي، هذا الكتاب لي أنا. ماذا تفعل؟ إنه كتابي أنا. أعطني إياه. إنه لي. الكتاب لي أنا. رابي راتن. شكرا لكم على كل المساعدة. أهلا بك. تعلمت اليوم أن قول الحقيقة أفضل بكثير من الكذب. هذا صحيح. إلى اللقاء جميعا. إلى اللقاء بينوكيو. قم بزيارتنا يوما. بينغ بانغ تيكريكي دونغ، كلمة غريبة أغنيها أغنيها. إلى اللقاء. بينغ بانغ تيكريكي دونغ، كلمة تجهل معانيها. تعالوا لنرقص كلنا، الحركة تثير جسمنا. لم تجري الأمور على نحو سيء جدا. لقد قلت توا كذبة.